تاريخ الاهلي مع البطولات الافريقيه تاريخ ممتد من سنه 76 اول مشاركه للاهلي في دوري ابطال افريقيا، لكن كانت مشاركه مختصره شويه، خرج الاهلي بدري، لكن فعالياته بدات في الثمانينات، في اوائل الثمانينات كده لحد 81 لما الاهلي كان مرشح ان هو يوصل للمباراه النهائيه مع شبيبه القبائل، اللي لم تخن الذاكره يعني كان مع شبيبه القبائل في الدور قبل النهائي، وبعدين حصلت حاجه في مصر طبعا، وفاه الرئيس والزعيم انور السادات في 81، وتم الغاء او المباراه او تم انسحاب من المباراه. في سنه 82 كانت اول فرحتنا، في سنه 82 كانت اول فرحتنا على المستوى الافريقي في دوري ابطال افريقيا مع كوتوكو. المباراه اللي كانت اولها هنا هي مباراه ممتده لشوطين طبعا، الشوط الاول كان على استاد القاهره والنتيجه التاريخيه المعروفه 3-0، وكان الاهلي في مشواره في دوري ابطال افريقيا سنه 82 البدايه الاولى للنادي الاهلي في بدايات افريقيا كانت من خلال سنه 82 الاهلي لعب 10 مباريات في السنه ديت، وانت الناس تستغرب يعني ليه 10؟ ليه بنلعب دلوقتي 14 وزمان كانت 10؟ كانت 10 زمان عشان ما كانش فيه دوري مجموعات، ما كانش فيه دور الثمانيه اللي كان مجموعات، وبعد كده تم تعديله بقى دور ال 16 هو المجموعات. فلما تلعب دوري المجموعات وتلعب دور 16 مجموعات زادوا 4 مباريات، لكن الاول كانت 10، كانت بتبدا مثلا يعني كان يبدا دور ال 32 ودور ال 16 ودور الثمانيه ودور الاربعه ودور النهائي، فبتبقى 10 مباريات، ال 32 ادي مباريتين، ال 16 مباريتين، الثمانيه مباريتين، ودور الاربعه مباريتين، والدور النهائي مباريتين، فبالتالي المجموع بيبقى 10. تفاصيل الرحله الاولى لدوري ابطال افريقيا والكاس الاول للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واللي ادى افضليه للاهلي او كانت البدايه ان الاهلي ياخد نادي القرن الافريقي كانت سنه 82 من خلال 5 فوز في المشوار وتعادل 3 مرات وهزيمه مرتين، والاهلي كان له 18 هدف وعليه 5 اهداف، عليه 5 اهداف وله 18 هدف. النتيجه الاولى كانت ما بين الاهلي وكوتوكو في استاد القاهره 3-0، والعوده كانت 1-1. كنت اتمنى كمان يعني اقول لكم التفاصيل حتى تاريخيه اليوم بالظبط، لكن هدافي الاهلي في البطوله ديت كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي وكابتن علاء ميهوب، والراجل ده على المستوى الافريقي يعني ممكن ما يبقاش واخد حقه بشكل كبير، اللي هو علاء ميهوب ده على المستوى الافريقي عنده حاجات كتيره جدا جدا جدا، كابتن علاء ميهوب كويسه جدا على المستوى الافريقي وبطولات الاهلي الافريقيه. البدايه كان هداف البطوله كابتن محمود الخطيب وله هدفين او 3 اهداف، 2 هنا في استاد القاهره وهدف هناك، ادى الافضليه والارتياحيه في، يا سلام عليك يا حازم ابو رعي، تحيه كبيره لحازم البرعي، قال لي 26 نوفمبر مباراه الذهاب، 28 نوفمبر مباراه الذهاب، والعوده كانت 12 ديسمبر 12 سنه كام؟ 82 12-12 سنة 82. طيب يبقى هداف البطولة كان كابتن محمود الخطيب بستة أهداف، وكان له من الستة دول 3 في النهائي كمان يعني، أو في المباراة الأولى كان هدفين، والمباراة الثانية الختامية كان هدف في 1-1 اللي ادانا طبعا أفضلية وارتياحية، لأن كوتوكو ساعتها كان كسبان 1-0 بالهدف ده، موت اللقاء خالص كابتن محمود الخطيب. وموسم بقى 87 آسف كانت البطولة الثانية، البطولة الثانية يعني الأهلي قعد 4 سنين يعني ما بيشاركش في دوري ابطال الافريقي او دوري ابطال الدوري. ليه؟ لان الاهلي 83 كان موجود وخسر في النهائي قدام كوتوكو، سيناريو بيكرر مره ثانيه مع كوتوكو، لكن الافضليه كانت لكوتوكو في 83، وبعدين 84 و85 و86 الاهلي كان بيشارك في دوري ابطال الكؤوس، في 84 و85 و86 وخدهم كلهم او حصل عليهم كلهم. في 87 الاهلي بعد ما احتفظ بالكاس، بعد ما احتفظ بالكاس، وبقول كده لاصحاب العقول المنيره يعني اللي بتفكر والمنطق، تخيلوا انا هقول لكم على حاجه في منتهى الاهميه، الاهلي راح من 86 ل 87 راح من دوري ابطال الكؤوس او دوري او ابطال الكؤوس اسف لدوري ابطال الدوري سنه 87. ليه؟ لانه احتفظ باللقب فقال لك اروح للبطوله الثانيه، خد 84 و85 و86 ابطال الكؤوس، وبالتالي خلاص خد اللقب وخد واحتفظ بالكاس، فراح رايح للبطوله الثانيه اللي هي 87 عشان الناس بس تبدا تشغل دماغها ليه الاهلي
يعني بيقول ان التصنيف بتاع 94 في القرن ده كان مساوي ابطال الكؤوس والدوري كلهم واحد عند الاتحاد الافريقي. فعشان كده انا ممكن اشارك هنا او اشارك هنا. فكان بيبقى فيه حاجات في التفكير او اختيار او القرار مرتبطه بالمعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي. سنه 87 الاهلي بيخوض البطوله من خلال 10 مباريات. بيتكرر الارقام ديت وانا من هواة الارقام. فتلاقي نفس عدد الفوز اللي كان في سنه 82 هو نفس عدد الفوز في 87. التعادل 2، الهزيمه 3، كان له في 82 18 هدف وله في 87 برضه 18 هدف، لكن في 87 كان عليه 6 اهداف، كان في 82 عليه 5 اهداف فقط. الهدافين بقى والمباراه الاولى كانت ما بين الاهلي والهلال، والثانيه طبعا بالتاكيد كانت ما بين الاهلي والهلال السوداني. المباراه الاولى في السودان 0-0 والمباراة الثانية كانت في مصر 2-0. هداف البطولة كابتن محمود الخطيب مرة ثانية بخمس أهداف، ال 82 كانت ست أهداف، وكابتن أيمن شوقي ثلاث أهداف، والراجل ده برضه له هدف في المباراة الثانية كان هدف مهم جدا جدا جدا، إدى ارتياح للنادي الأهلي بعد ما الثعلبي لو تتذكروا اللاعب السوداني كان أحرز الهدف الأول في مرماه. رجع كابتن أيمن شوقي عشان يدي أفضلية وارتياحية جديدة جدا من خلال اللقاء 2-0، فبيصعب الأمر على الهلال السوداني. دي كانت 87، يبقى 82 و 87. اللوجو بتاع الأهلي هتلاقيه مختلف شوية. اللوجو بتاع الأهلي هتلاقيه مختلف شوية عن الفترة اللي احنا فيها، ويعني هيجي حلقة كده هقول لكم تغيرات سواء كانت في لوجو الأهلي أو حتى في طريقة من طرق الأهلي من خلال المشوار، بس نخليها حلقة لوحدها. خلينا النهاردة في العرس الأفريقي الكبير للنادي الأهلي. دي كانت البطولة الثانية. البطولة الثالثة غابت عن الأهلي 14 سنة من سنة 87 لحد سنة 2001. 14 سنة كاملة الأهلي غاب عن المشهد الإفريقي، كان دي آخر حاجة موجودة بالنسبة له في دوري أبطال إفريقيا، ورجع من خلال 93 في دوري أو بطولة أبطال الكؤوس سنة 93 لما كسبها الأهلي على فرقة أفريكا سبور، الفرقة المرعبة جدا في كوت ديفوار، وكانت مرعبة طبعا في التوقيت ده أو في الزمن ده بالنسبة لأفريقيا. يرجع الأهلي من جديد سنة 2001 بجيل أقرب، ودي أقرب بطولة على فكرة، أقرب بطولة للبطولة اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي. موسم 2001 هي أقرب بطولة للأهلي في موسم 2018، أقرب بطولة بعد سنة 2000 ورحيل بعض النجوم عن النادي الأهلي، كان كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن وكابتن سمير كمونة وكابتن محمد يوسف في الوقت الحالي وفي وقتها وزمانها وفيليكس ومحمد عمارة ومجموعة كبيرة من النجوم والأسماء اللي كانت موجودة، سمير كمونة كبير جدا أو عدد كبير جدا من الأسماء رحلت بعد التسعينيات وذهبت للاحتراف او للاعتزال، واسامه عرابي ومجدي طلبة، عدد كبير جدا من الاسماء ما كانش موجود، كابتن احمد شوبير، كل الاسماء اللي انا قلتها. تيجي سنه 2001 بجيل من الشباب مع مدير فني هو الاحق والاقدر والامهر وصاحب الشخصيه الكبيره والقويه جدا في عالم التدريب وخصوصا في القاره الافريقيه في الوقت اللي احنا فيه او حتى في السابق، يعني في الوقت الحالي من خلال التاريخ، يعني كان مانويل جوزيه يتولى القياده الفنيه للنادي الاهلي بجيل شاب جدا مكون من احمد ابو مسلم ومكون من رضا شحاته ومكون من صندي وحسام غالي وعادل مصطفى ومجموعه ووائل رياض شيتوس وناس كتيره جدا جدا، بعض العناصر اللي عندها خبره يعني كان عصام الحضري وكان سيد عبد الحفيظ وكان خالد بيبو وكان هادي خشبه ووليد صلاح. المجموعه دي الدمج ده ادانا البطوله في 2001 اللي هي اللي انا بقول ان هي اقرب بطوله لموسم 2018 اللي احنا فيه. من خلال 14 لقاء خاضهم الاهلي رجع بقى او كان بدات تخش حته دوري المجموعات فتزيد عدد المباريات، فاز الاهلي في 8 وتعادل في 3 واتغلب في 3 وكان له 23 هدف وعليه 10 اهداف. والمباراه الختاميه كانت ما بين الاهلي وسان داونز، ويمكن انا بقى ممكن اقول لكم التواريخ ساعتها هي مش موجوده لكن اقولها لكم. كانت المباراه الاولى 8-12 والمباراه الثانيه 21-12، يعني كانت سنه 2001. المباراه الاولى كانت هناك في جنوب افريقيا بريتوريا تحديدا، كانت ما بين الاهلي وسان داونز 1-1، كنت انا الحمد لله رب العالمين ربنا كان كرمني بالهدف هناك، وهنا كان خالد بيبو يعني واحد من النجوم و اللعيبه الفذة جدا في مشوار الاهلي وخصوصا في الالفيه الثالثه وبداياتها، كان خالد بيبو كان هداف الاهلي في الوقت ده بست اهداف
ومنهم بس ثلاثة في النهائي، ثلاثة في النهائي من الستة دول، نصف الأهداف اللي جابها خالد بيبو له كل التحية والتقدير، عمل بطولة هائلة جدا جدا، وكان عامل فارق شديد جدا مع النادي الأهلي في البطولة ديت، وكان علاء إبراهيم كمان يعني هداف تاني مع خالد بيبو بخمس أهداف. دي كانت البطولة الثالثة للنادي الأهلي. تيجي من البداية اللي هي 2001 لحد وقتنا هذا، والأهلي متسيد أفريقيا، الأهلي مرعب أفريقيا، الأهلي أسد أفريقيا، الأهلي غول أفريقيا، كل الحاجات اللي ممكن تقولها تصنيف أو تشبيه. وهنا بقى أسماء مملوكة مش في غير موضوعها، لا في موضوعها، الأهلي أسماء مملوكة في موضوعها مش في غير موضوعها أبدا. تيجي بطولة 2005، الأهلي بيغيب 2002 و2003 و2004 وبيرجع من خلال البطولة ديت 2005 في بطولة مش الأهم، هي الأحق عن كل الدرجات اللي ممكن تشيد بيها، من خلال الأرقام الغير طبيعية اللي صعبة تتكرر، ومن خلال الفوارق الفردية والمهارية والجماعية والتدريبية وكل حاجة. بطولة 2005 ديت من الثانية الأولى للثانية الأخيرة في البطولة، وكل الناس بكل ميولها بكل جنسياتها بكل بشرتها بيضة سمراء أيا كان، شمال أفريقيا وسط أفريقيا زي ما أنت عايز قول، الأهلي كان هو المرشح الأقوى في بطولة 2005، لدرجة أن المدير الفني للنجم الساحلي في المباراة الختامية لعب الأهلي من نص ملعبه، يعني ما كانش بيضغط على الأهلي حتى في الثلث الأخير من الملعب، بيسيب الأهلي قدام في النص الملعب كامل من خوفه أنه يتغلب من الأهلي في المباراة الختامية اللي كانت في سوسة، والمباراة الختامية الثانية كانت هنا في القاهرة بالتأكيد، وفاز الأهلي 3-0 من خلال كانت في 12 نوفمبر. يا سلام عليك يا أبو راعي، 100 100 ليك سندوتش. أوكي، من خلال 14 مباراة هتلاقوا أكبر عدد فوز كان في 2005 للكلام أو ترجمة الكلام اللي أنا بقوله، أكبر عدد فوز كان 9 مباريات، 9 مباريات. النهاردة إن شاء الرحمن الأهلي ممكن كمان يوصل أو يقرب لده لو كسب الترجي رايح جاي إن شاء الرحمن بإذن الله تعالى يعني، لكن من خلال 9 فوز ومن خلال 5 تعادل ولا هزيمة وله 23 هدف وعليه 5، بصوا الفرق عامل إزاي عشان تعرفوا إن فرقة من 14 لقاء يدخل مرماها 5 أهداف بس وليها 23 هدف. والمباراة الختامية جمعت الأهلي والنجم الساحلي، وهداف البطولة كان محمد بركات، واحد من الناس برضو اللي لازم تاخد حقها سواء محليا أو أفريقيا، واحد من الناس اللي أنا كان سعيد الحظ جدا جدا وتشرفت جدا أن أنا لعبت معاه أو حتى اشتغلت معاه، محمد بركات واحد من الناس المميزة جدا المسؤول جدا. ويبقى القناص هو الهداف الثاني عماد متعب بأهدافه وتواجده خلال موسم 2005، ودي كانت من بدايات عماد متعب كمان في السنة ديت، وبعد كده له أثر كبير جدا في البطولات اللي بعد كده. البطولة اللي بعد كده الرابعة كانت موسم 2006، على طول الموسم اللي بعده على طول، والأهلي بيحتفظ باللقب مرة تانية من خلال 14 مباراة، عدد الفوز بيقل مرة، هنا اللي فات كان 9، المرة دي 8، تعادل 4 هزيمة 2، له 24 وعليه 7. والمباراة الختامية جمعت ما بين الأهلي والصفاقسي التونسي في مباراة تعادل فيها الأهلي هنا 1-1 بهدف طبعا لمحمد ابو تريكه، الهدف الفاول اللي دخل في المرمى مباشره، ومن خلال النجم الاسطوري للنادي الاهلي في ما بعد موسم 2005 الراجل ده محمد ابو تريكه بعدد اهداف 8 اهداف كان هداف البطوله، وبرضه يجي معاه القناص عماد متعب ب5 اهداف. دي كانت البطوله الرابعه. البطوله الخامسه موسم 2008 او سنه 2008، بعد ما الاهلي خسر من النجم الساحلي موسم 2007، فعدد تكرار نهائيات ممتد من 2005 و2006 و2007 و2008، 4 سنين في بطوله واحده دوري الابطال هي الاقوى، فبالتالي كان حاجه كبيره جدا وعظيمه جدا للنادي الاهلي. في برضه في ايام مشابهه للي احنا فيه ده سنة 2008، الأهلي بيخوض المباراة الأولى قدام القطن الكاميروني في البطولة الرابعة أو البطولة الخامسة بقى للنادي الأهلي. مظبوط البطولة الخامسة كده ولا إيه؟ إحنا وصلنا دي البطولة الستة بقى، دي البطولة الستة من خلال يعني الأهلي والقطن الكاميروني في نفس اليوم اللي إحنا فيه ده، يعني من عشر سنين بالظبط بالتمام والكمال، من 10 سنين في نفس اليوم اللي إحنا فيه ده الأهلي كان بيواجه الترجي أو كان بيواجه القطن الكاميروني، وكنت يعني سعيد الحظ برضو إن أنا كنت بعمل الأسلوب التحليلي في الوقت ده. موسم 2008 كان الأهلي والقطن الكاميروني، والأهلي كسب القطن الكاميروني 2-0، الأهداف كانت لفلافيو ووائل جمعة في أول ربع ساعة لو تتذكروا في استاد القاهرة 2-0، وكان فلافيو ضيع عدة أهداف كانت كفيلة إنها تريح الأهلي جدا جدا. لكن من خلال 12 مباراة، أنا مش فاهم ليه 12 بقى المرة دي، يعني 12 هي كده 14، بس 12 إزاي؟
في حاجه مش مظبوطه هنا يا باشا. 12 مباراه، 12 مباراه الاهلي فاز 6 ويعني تعادل 5 وخسر 1، بس 12 ليه؟ 12 دي غريبه شويه. 12 ماشي اوكي، له 17 وعليه 10 اهداف. الاهلي بيفوز باللقب السادس بالنسبه له بعد ما تعادل في جروة. لو تتذكروا الاهداف كانت لاحمد حسن وشادي محمد من ركله جزاء، وكان الحكم جزائري هو الكابتن جمال حمودي اللي بعد كده ادار عده نهائيات للنادي الاهلي، وكان هداف البطوله اماضو فلافيو بخمس اهداف وابو تريكا 3 اهداف. تيجي البطوله السابعه للنادي الاهلي موسم 2012، فظل الصعوبات والازمات واحوال مش مستقره وعدد كبير جدا جدا من اللعيبه الغايبه وفي نفس الوقت اللي مش جاهزه، وبطوله الدوري على كف عفريت ومهب الريح ومش موجود يعني استقرار مادي بشكل كبير جدا في السنه ديت. الاهلي بيخوض موسم 2018 في ظل كل الصعوبات ديت، بتيجي يعني مواقف الاهلي او شخصيه الاهلي او سمات الاهلي ولاعيبه الاهلي اللي بتتحدى اي حد وبتتفانى في اي شيء عشان بس توصل لهدفها ولقبها. فوصل الاهلي من خلال 14 مباراه لعدد فوز 7 تعادل 5 وهزيمه 2 وله 22 هدف وعليه 13 هدف. ومواجهه الترجي، الترجي التونسي كانت اولى مواجهات الاهلي مع الترجي التونسي في النهائيات، مش من خلال الادوار، في النهائيات كانت 2012، ومحدش كان يعرف ابدا سبحان الله ان هيتكرر النهائي ده مره تانية بعد الاهلي والنجم الساحلي مرتين في 2005 و2007. بيواجه الاهلي والترجي مره تانية انديه من تونس مرتين 2012 و2018. المباراه الاولى كانت يوم المباراه الاولى مع الترجي كانت يوم 4 نوفمبر، والمباراه الثانيه كانت 17 نوفمبر. المباراه الاولى كانت 1-1 والمباراه الثانيه كانت 2-1. طبعا 1-1 هنا بهدف لسيد حمدي و2-1 بهدفين لمحمد ناجي جده، وطبعا يعني كابتن وليد سليمان او الحاوي وليد سليمان في مباراه هي الاجمل على المستوى التكتيكي والفني والسيطره وكل شيء في عالم كره القدم، من اجمل النهائيات، من اجمل النهائيات اللي اداها الاهلي في دوري ابطال افريقيا. الهدف او الهدافين كانوا محمد ابو تريكه بست اهداف، وكان اضاع ركله الجزاء لو تتذكروا مع معز الدين بن شرفيه في اليوم ده، كانت ممكن تبقى 3-1. ومحمد ناجي جده يعني احرز 5 اهداف، منهم 4 من الخمسه اللي احرزهم محمد ناجي جده في بطوله 2012 في قبل النهائي والنهائي. في قبل النهائي كان مع صن شاين جاب هدفين من اصل 3، ومباراه العوده كان كسب الاهلي 1-0 وكان هو صاحب الهدف، ومباراه النهائيه والختاميه اللي كانت في رادس كان احرز هدف محمد ناجي جده. اخر بطوله حصل عليها الاهلي موسم 2013 كانت قدام اورلاندو اللي هو بطل جنوب افريقيا، وكان الاهلي ساعتها بياكد او بتزيد الصعوبات عند النادي الاهلي من خلال دوري موقوف او شبه يعني منتهي ومش متواصل، ولاعيبه مش جاهزه، كل تجهيزهم كان على البطوله الافريقيه، بل بالعكس احنا كنا بنعمل كمان مباريات مش لاقيين فرق، لان الفرق كان معظمها واخده اجازات ومش موجوده خالص على الساحه. كنا بنعمل مباريات في الديره كده في الاستخبص، كنا بنعمل مباريات في الاستخبص. على العموم من خلال 14 مباراه موسم 2013 الاهلي كسب 7، والارقام بتتكرر مره ثانيه. في موسم 2012 الاهلي كان كسب 7، وفي 2013 الاهلي برضه كسب 7، تعادل 6 هزيمه 1، كان له 19 وعليه 12 هدف، والهزيمه دي كانت الوحيده سبحان الله تحت الظروف الصعبه جدا وكانت مش طبيعيه قدام اورلاندو، كانت في رمضان الساعه 2 الظهر، وكان ساعتها يعني الاهلي تم طرد احمد عبد الظاهر من الشوط الاول، كان حكم جزائري برضه اللي بيدير اللقاء. الاهلي كان بيواجه اورلاندو في المباراه الاولى ان لم تاخد 2 نوفمبر، برضو انا كنت لسه هقول كده، ان لم تاخدني الذاكره كانت برضو يوم 2 نوفمبر، وده برضو فال حلو، ادي الرقم اهو 2 نوفمبر او التاريخ 2 نوفمبر بيكرر معانا مرتين، ودي الثالثه ان يبقى نوفمبر اهلاوي و2 نوفمبر اهلاوي باذن الله. فان شاء الرحمن باذن الله تبقى السعاده للنادي الاهلي من خلال مواجهه الاهلي مع القطن الكاميروني في 2008، ومواجهه الاهلي مع اورلاندو في 2013، ومواجهه الاهلي مع الترجي في 2018. الهدافين كانوا محمد ابو تريكه، وبصوا الراجل ده عدد اعمال قد ايه مع النادي الاهلي، يعني هتلاقي يا اما هداف يا اما وصيف. محمد ابو تريكه في بطولات الاهلي الافريقيه كان له يعني كان له
بصمه كبيره جدا في البطولات الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي الاخيره. وعماد متعب الراجل ده برضو محتاج ان هو مش محتاج يعني لازم ياخد حقه في العالم عالم كره القدم، وخصوصا مع كل الاهلاويه وكل الناس المتابعه في البطولات الافريقيه. عماد متعب دي كانت اخر بطوله للنادي الاهلي في البطولات دوري ابطال افريقيا من اصل 8. النهارده ان شاء الرحمن هتبقى التاسعه باذن الله تعالى، هتبقى التاسعه من خلال لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده لاصحاب الخبره وليد سليمان واحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور وعمرو السليه ووليد ازارو وكل العناصر الشابه المندفعه اللي عايزه تحقق بطوله قاريه وبطوله مهمه جدا في النادي الاهلي، سواء كان احمد حمودي ولا ميدو جابر ولا اسلام محارب او المجموعه اللي موجوده ورا، سواء كان سعد الدين سبير بخبراته ولا انا بن شاء الرحمن هيبقى له حاجه كويسه جدا على المستوى النهارده باذن الله، سواء كان كرات عرضيه علينا او لينا مهمه قوي. وانا قلت لكم هنا من خلال ملعب الاهلي، قلت لكم الناس دايما بتروح لاصحاب المهارات او الناس اللي بتخلص، الناس اللي هي بتجيب اهداف، لكن في لعيب بيبقى مهم جدا مهم جدا. في فرق بين اللعيب الاهم واللعيب الاخطر. اللعيب الاخطر الحته المهاريه اللي بيبقى على الجول كويس وحواليها ندندن حوالين المرمى، بندندن كتير قوي عشان نوصل بشكل كويس قوي للمرمى، لكن في لعيب بيبقى مهم قوي محدش يحس بيه غير الناس المهنيه، غير الناس الحرفيه، غير المدرب، غير الناس المسؤوله. كل لعيبه النادي الاهلي النهارده هي لعيبه مهمه من مركز حراس المرمى حتى يعني وليد ازهر. كل التوفيق للاهلاويه التاسعه اهلاويه. قبل ما نتكلم مع بعض ونكمل كلامنا ناخد فاصل ونرجع لكم من جديد.